مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح. اليوم الاثنين 21 تشرين الثاني، وعشية عيد الاستقلال بيصادف عيد ميلاد كبار من لبنان، الراحلين صباح ووديع الصافي والسيدة فيروز، الله يطول بعمرك، وبهالمناسبة تقرير خاص كتحية لهم، بالإضافة إلى حفلة خيرية لمؤسسة سينما لبنان بالميوزيك هول وغيرها من التقرير. أما ضيوفنا لليوم فهن نضال بركات، ماجستير بالعلوم التربوية من جامعة بلمند، لنحكي معها عن إنشاء قسم طوارئ خاص بالأطفال بمستشفى سيدة المعونات الجامعة بجبيل، ودكتور عصام منصور رئيس جامعة اللاعنف، ومعه بنحكي عن أهداف الجامعة والحفلة الغنائية الخيرية لمغني البوب الإنجليزي إنجلبرت. إذا هيدا ملخص عن الحلقة يلي بنبداها مثل العادة باتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية، أستاذ وسام أبو خشفة معنا على الخط. مرحبا. مرحبا، كيفكم؟ الحمد لله، تفضل. الطقس المستقر بكفي معنا هاليومين، ناطرين يتقلب هيك شيء بسيط نهار الأربعاء. نعم، مثلا اليوم وبكره بيكون غائم جزئيا بسحب مرتفعه. اوكي، درجات الحراره تبقى نسبيا شوي يعني متوسطه او دافيه اجمالا. نعم، الاربعاء بيتحول لغائم غائم ما بسحب متوسطه، وعندنا شويه رياح ناشطه وانخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحراره. اوكي، وبنشوف شويه امطار خفيفه متفرقه خاصه نهار الاربعاء بالمناطق الداخليه اكثر والجنوبيه. اوكي، خلينا نحكي عن درجه الحراره اليوم وقديش رح تنخفض الاربعاء. نعم، يعني لاي درجه رح توصل اليوم وبكره على الساحل؟ عم تروح من 13 ل 25 درجه. نعم، فوق جبال من 12 ل 21، بالارز من 5 ل 15، وبالبقع من 6 ل 23. اوكي، يعني نهار الاربعاء بتنزل شو 4 5 درجات، يعني على الساحل بتصير بين 12 و 21 درجه، بالجبال بتصير من 8 ل 17، وبالبقع من 5 إلى 19 درجة. سقعت يعني بتكون مزبوط؟ إيه، الأربعة بتسقع. نعم، وفي رجع تحسن بالطقس وارتفاع بالحرارة ولا بكفي هيك الخميس؟ هلا بيرجع يستقر الخميس الطقس، إيه بس بتضل برد شوي. اوكي، بكل الاحوال بنرجع بنحكيكم نحن. يعطيك العافيه. الله معك. مرحبا جوال. صباح الخير لك ولكل يلي عم يتابعونا. جوله على عناوين الصحف الصادره لليوم الاثنين 21 تشرين الثاني. بداية مع عناوين صحيفة النهار، رصاص طائش في فضاء التسوية الحكومية، هل يغيب الحريري عن العرض العسكري غدا؟ الموفد السعودي اليوم في بيروت وعون يثير معه ملف الهبتين السعوديتين، الاستقلال محطة تسبق تصعيدا محتملا، وبسيل يؤكد اللا فيتوات على أحد. أيضا بالعناوين الأخرى بالنهار، الأيقونة في عيدها المثلث كلنا فيروز، وعم نشوف على شمال الصفحة عمال وهن عم بينجزوا التحضيرات للاحتفال عصر اليوم بعيد السيدة فيروز، وأبرز ما كتب هو عيدها 81 وهي ذكرى 60 لصعودها للمرة الأولى أدراج بعلبك، وهو أيضا عيد الاستقلال، وأي استقلال لولا صوتها. تابع مع عناوين النهار، حلب الشرقية بلا مستشفيات، وأوباما حض بوتين على وقف العنف. ضمن افتتاحية النهار بقلم نيلة تويني، طبقة سياسية مدانة. من النهار إلى عناوين صحيفة السفير، بري للسفير، قواعد التأليف تبدلت، القوات تتشدد والمرض لا يتراجع. انتخابات الجمهوريين التمهيدية تفاجئ فرنسا، فرانسوا فيون في الطريق إلى الإليزي. 1500 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، وختاما بالسفير، تحية إلى فيروز في عيدها. من السفير بتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الحياة، دمشق ترفض خطة دمستورة، وباريس تحذر من التقسيم. اتهمت داعش بتدبيرهما، وضباط شرطة بالتورط في احداهما. في احداهما مصر تكشف محاولتين لاغتيال السيسي. استخبارات الجيش العراقي تخترق قرب الموصل او قلب الموصل. قصف مكثف على تعز، واحتجاز سفن إغاثة. وختاما بالحياة، شكوك في حضور الحريري، احتفال ذكرى الاستقلال.
تابع جولتنا مع عناوين صحيفة المستقبل. سرايا تفرق سرايا والدولة هي المستهدفة. مفادا خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل والوزير نزار مدني في بيروت اليوم. عشرات القتلى بينهم أسرة كاملة في قصف بغازات الكلور. الأمم المتحدة الوقت ينفد لحلب. رغبة الحشد الشعبي في اقتحام تل عفر تهدد بانهيار اتفاق عراقي تركي. التحالف لا تمديد للهدنة إذا استمرت انتهاكات الحوثيين. بالعناوين الداخلية للمستقبل بيير لشميل حلم يتجدد في كل ذكرى. كشافة الممانعة وعروضها البهلوانية للاعتراض على النفس الاستقلالي. انتخاب رأس الدولة يعيد الاحتفال إلى الاستقلال. وبعنوان أخير للمستقبل مصر اتهام 292 داعشيا بالتخطيط لاغتيال السيسي والأمير محمد بن نايف. من المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار. تجميد اتصالات التشكيل والقوات تقترح حكومة انتخابات من غير المرشحين. مقتل عائلة من 6 أشخاص في غارة بالبراميل على حلب. مصادر طبية إصابة بداء التهاب السحايا بمدرسة في بيروت. القوات العراقية تواجه تفجيرات داعش بالموصل. محاكمة إرهابيين في القاهرة بمحاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي. وبختم مع الصورتين الأساسيتين بالأنوار. على يمين الصفحة عنوان عون يرى عودة علم الشعب إلى القصر. وبالصورة على شمال الصفحة عم نشوف الرئيس الحريري مع وفد شبابه. من الأنوار إلى اللواء. الحريري على تفاؤله بولادة قريبة والعقد تنحصر بأربع فقط. موفد ملكي سعودي اليوم لتهنئة عون واستعراضا القصير والجاهلية يحرجان العهد. دوميستورا في دمشق محذرا من نفاد الوقت والأسد يرفض فكرة الإدارة الذاتية. حلب تحترق مئات القتلى وآلاف الجرحى ولا مستشفيات. وبعنوان أخير لليوم باللواء. فيون يتصدر وساركوزي يعلن انسحابه. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة البلد. الجاهلية تستعرض عشية الاستقلال وقطار التأليف متوقف. بعنوان أخير. دمشق رفض قاطع لاقتراح دوميستورا. بترجمة العناوين صحيفة دايلي ستار. عقبات تعيق تشكيل الحكومة لما بعد الاستقلال. ضحايا هجوم حلب بالعشرات ومن بينهم عائلة من 6 أشخاص. وختاما ميركل تقول أنها ستسعى لولاية رابعة كمستشارة لألمانيا. أيضا بترجمة العناوين صحيفة لوريان لوجور. ولادة فريق الحريري يتعثر مرة أخرى بالعقدة الشيعية. ذكرى بيير لشميل 10 سنوات على غياب الفارس. قانون الجنسية أمي لماذا لست لبنانية. وختاما ريفي يطلق مبادرة الدقيقة الأخيرة في عملية نظام السجون. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق. الحريري انطلاقة الحكومة قريبة جدا. موفد الملك سلمان اليوم من المطار إلى القصر. رياضة اليعيب الشوم. وختاما كتب عون الكعكي ضمن رأي الشرق. تأكيد جديد على محبة المملكة العربية السعودية للبنان. من الشرق إلى الشرق الأوسط. يدعو لإخراج النصرة والسلاح من المدينة. مقترح تركي لإدارة ذاتية في حلب وصمت روسي. قال للشرق الأوسط إن الانضمام للجامعة العربية رهن الظروف وتدخلات إيران مرفوضة. وزير خارجية إريتريا مطالب بمقعدين دائمين في مجلس الأمن للعرب والأفارقة. خبراء الأمم المتحدة انتقلوا إلى ظهران الجنوب لتفعيل لجان التهدئة
الخرق الحوثي للهدنة يتفاقم بخمسة صواريخ باليستية. ختام جولتنا مثل العادة بيكون مع نويس صحيفة الجمهورية. الاستقلال غدا والتشكيلة لم تنضج بعد. تفاصيل العرض العسكري ورسائل كلمة عون المسائية. المعلم التقى دمستورة ورفض خطته بشأن حلب. والصورة الرئيسية حملت عنوان 10 سنوات كأنها الأمس. وهنا عم نشوف تحية لروح الشهيد بيير الجميل بذكرى اغتياله. مع هالصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. فاصل أول بحلقتنا ونرجع.